هل يجوز إذا مررت بقبر لا أعرف صاحبه أن أقول اللهم اغفر لصاحب هذا القبر؟ يجوز إذا كنت في بلاد مسلمة، فالأصل في أهلها الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين من المؤمنين والمسلمين، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.